يا مساء الخير يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم إمام مختار كل أسبوع كل يوم اتنين الساعة سبعة بالدقيقة بكون معاكم على شاشة القناة الأولى وطبعا بتكلم في موضوع شغلنا وشغلكم ممكن تكون مشكلة عائلية ممكن تكون مشكلة نفسية ممكن تكون إحنا عايزين نعرف إحنا عايزين إيه من الحياة موضوعنا النهاردة مهم جدا وموضوع شاغل الرجالة قبل الستات ازاي تفهم الست سؤال صعب جدا ازاي انت كراجل تفهم الست اللي معاك انا عارفه ان الموضوع محير وموضوع صعب لان دايما الرجاله عندهم حيره وتشتت مش قادر يفهم الست دي عايزه ايه مش قادر يوصل لدماغ الست اللي معاه هي عايزه ايه دلوقتي مني تلاقي دايما مشكله يقولك لك إيه؟ يعني انت عايزه ايه دلوقتي عارفين نرجع لفيلم محمود عبد العزيز الشقه من حق الزوجه فاكرين المشهد ده لما قالها يعني انت عايزه ايه دلوقتي قلت له طلقني يعني انا لو طلقتك دلوقتي انت هترتاحي قالها قالت له اه قالها نروح انت طالق والفيلم كله مشاكل وعياط بسبب كلمه انت طالق معناها هي اصلا ما كانتش عايزه تطلق فمن هنا بقى من يعني شوفوا من قديم الازل والدراما والسينما وهي دايما بتحاول توصل لدماغ الست انت عايزه ايه؟ وبصراحه من ابرز الكتاب اللي كتبوا عن الست وعن المراه عموما كويس جدا واللي انا يعني لما بقرا كتاباته انا بروح بروح واقول ازاي الراجل ده فهمنا قوي كده. يعني من اكبر الكتاب بالنسبه لي انا قرايه، احب اقرا له جدا وطبعا الكاتب العظيم انيس منصور. آه انيس منصور يعني حقيقي تحس انه اخترق اخترق دماغنا. وعاش مع احاسيس الستات وعرف يعكس قد ايه الست بكل تطورات شخصياتها وحياتها ومس نقط مهمه جدا ويمكن مركزيه جدا في شخصيه الستات رجاله كتير مش قادره تفهم ولا توصل لده يمكن لو قروا شويه كتب لانيس منصور هيقدر يفهم الست الرجاله اللي بتشتكي انه مش قادرين يفهموا الستات حلقتنا النهارده هنفتش وندور ونعيش جوه نفسيه الست هي بتحس بايه بتشعر بايه انفعالاتها عصبيه هاديه محبه جحده ايه دي يعني الستات يا جماعه توليفه